بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. هنتكلم إن شاء الله النهاردة على نظام من أنظمة الشدات المعدنية، ألا وهو كاب لوك. في ناس بتسميه كاب لوك بالإيه، عشان النظام اللي بيمسك البراندات ببعضيها على شكل الكاب، وفي ناس بتسميه قاب لوك كاس. يعني هوريكم الصورة دلوقتي انت ليه بتسميه كاب لوك. مش مهم. نظام الكاب لوك عندنا اهم نظام في شدات الاسقف. يعني انت عندك اصلا شد اللي انت هتقول لي، طب ما في من حضرتك اتكلمت عن الدعامات المفرده اللي اتكلمنا عنها الدور اللي فات، هقول لك دي بتوصل لارتفاعات معينه. يعني ما ينفعش تشد سقف مثلا ارتفاع 10 متر ولا 7 متر، مش هينفع تشد بقى سقف عالي. هتقول لي طب ما في نظام الشبابيك الخفيفه اللي هي الاقرب، هقول لك الشبابيك الخفيفه ده اصلا معمول عشان السقاله، مش اساسي للشدات المعدنيه للاسقف، واخرها 25 سم عشان تصبها. لو صبت بها سقف مثلا ولا حاجه بيبقى اخره 25 سم، بعد كده ممكن تقلق. على الرغم ان انا صبت بها حوالي 12 سقف رقتهم 30، بس احنا بنتكلم عن الاحتياطات الواجب مراعاتها والسيفتي، ما نجازفش. احنا احيانا كتير في الشغل جدا بنجازف. انت عندك برضو تقول لي طب ما في الشبابيك الهندي. الشبابيك الهندي ده اقول لك يعني سيف زيادة عن اللزوم. انت اصلا الشبابيك الهندي دي انت بتستخدمها في اعمال الكباري. في الحل الوسط والانسب والمماثل تماما اللي هو نظام الكاب لوك، بيستخدم للشدات المعدنية للاسقف. تعال نتعرف على النظام ده. النظام ده عبارة عن قوائم زي ما حضراتكم شايفينها اهي، قوائم من المعدن. القوائم دي قطرها بوصة ونص، طبعا قطرها بوصة ونص مفرغة، هي قوائم مفرغة قطرها بوصة ونص. سمك الحديد اللي فيها بيوصل لتلاتة مللي وأربعة. أطوالها بتتراوح من متر لحد 3 متر. يعني عندك متر ومتر ونص واتنين متر واتنين متر ونص وتلاتة متر. مثبت بها كاب من المعدن، عشان كده بيسموها كاب لوك. لوك يعني قفل. كاب من المعدن ملحوم كل مسافة 50 سم. يعني اهي ادي ده كاب من المعدن اهو اهو، كل 50 سم زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده كاب مقفول اهو. دي بتتحرك لفوق كده اهو اهو، ده مفتوح اهو، ده بيتحرك بتفتحه كده وتقفله تحت. ليه بتعمل الحاجات دي كل 50 سم؟ عشان تثبت فيها البراندات دي. دي براندة اهي، بتثبتها كده وتيجي جايب الكاب ده، تثبتها تحت هنا كده في القاعه، وتيجي جايب الكاب ده وتقفل عليها من فوق وتخبط عليها خبطتين بالمطرقه، يبقى كده هي اتثبتت تمام. يبقى انا عرفت نظام الكاب لوك عباره عن قوايم. القوايم دي بقطر بوصه ونص، اطوالها 1 متر وواحد متر ونص واتنين متر واتنين متر ونص وتلاتة متر. تقدر تستخدم القوايم دي فوق بعضيها عشان توصل لارتفاع السقف اللي انت عايزه. مثبت في القوائم دي كبات كل نص متر معمولة عشان تثبت عليها البراندات بالقوائم. تعال نشوف البراندات. ده شكل البراندات حضراتكم زي ما قلت لك، بيبقى البراندة دي عبارة عن ماسورة بوصة ونص، بيبقى آخرها شفة شفة أهي، اخرها شف اهي، عشان تقدر تتثبت مع الكاب كويس. تقدر تثبت القايم مع البراندة بالشفة دي. يتم ربط الشدة في الاتجاه الافقي عن طريق براندات من المعدن في الاتجاهين، يعني اتجاه اكس واتجاه واي زي ما حضراتكم شايفين. الاتجاه ده اهو والاتجاه ده اهو. وتتكرر رأسيا كلما زاد الارتفاع، بتتكرر كل 2 متر. هذه البراندات بأطوال، أنا آسف، دي بأطوال. بأطوال عندك نص متر، وعندك 6 من 10 متر اللي هي 60 سنت، وعندك 90 سنت، وعندك 120 سنت، وعندك متر، وعندك متر ونص، ومية وستين سنت، ومية وتمانين سنت، واتنين متر، واتنين متر أربعين. أنت بتختار القوائم دي طبق الاطوال ده طبقا للتصميم. يعني انت والله التصميم قال لك يا باش مهندس لازم المسافه بين كل قايم والتاني متر 60، يبقى انت تروح تجيب برندات متر 60.
طيب التصميم قال لك يا باشمهندس لازم القوايم تكون المسافة بينها وبين بعضيها 1.20 متر، ما تزيدش عن 1.20 متر. يبقى انت المسافة بين القايم والتاني 1.20 متر، يبقى تروح تجيب برندات 1.20 متر. طيب في احيانا في التصميم يقول لك في اتجاه تعمله متر، في الاتجاه التاني تعمله 1.20 متر. يعني انت مثلا في اتجاه اكس هتعمل المسافة بين البرندات والتانية 1.20 متر، وفي اتجاه واي هتعملها 1.60 متر. يبقى محتاج في اتجاه اكس محتاج البرندات بتاعتك تبقى 1.20 متر، وفي اتجاه واي بيبقى محتاج البرندات بتاعتك 1.60 متر. تعال نشوف كده اشتراطات البرندات دي. اولا لا تزيد المسافة الرأسية بين كل برندة والتي تليها عن 2 متر، المسافة من كل برندة والتانية في الاتجاه الرأسي 2 متر. لا تزيد المسافة بين البرندة العلوية والحمال عن 1.20 متر اللي هي اخر برندة فوق، ولا تزيد المسافة بين البرندة السفلية البرندة اللي تحت، ما تزيدش المسافة بينها وبين الأرض عن 40 سم. دي حاجات في الاستلامات وانت نازل تستلم، تتأكد من الحاجات دي موجودة عشان توافق على الشد، توافق على السقف وتصبه وانت مستريح. تعال نبص على صورة كده للكاب لوك. الكاب لوك عبارة عن ايه؟ قوايم اهي متثبت فيها الكاب اهو. الكاب ده بيعمل لوك، بتحط انت البرندة المشفة دي كده تعمل لوك على البرندة زي ما حضرتك شايف كده. برندات اهي، برندات اهي. البرندة دي ممكن البرندة زي ما حضرتك شايفها دي من الظاهر كده 1.20 متر اهي او 1.5 متر. الا البرندة في اتجاه اكس 3 متر اهي، او لا واصلة ل2 متر اهي، 2 متر. يبقى مش شرط المسافات كلها تبقى ايه، تبقى يعني يبقى كله مثلا 3 متر، يبقى كله 1.20 متر. لا، ممكن اتجاه يبقى 3 متر او 2.5 متر، وممكن اتجاه تاني يبقى 1.20 متر وهكذا. وده بيتوقف على تصميم الشدة المعدنية. زي ما قلت لحضراتكم، اول حاجة القوايم بالكبات بتاعتها مثبتة كل 50 سم، البرندات اهي. تالت حاجة الفتيل اللي فوق ده، ده الكاس اهو، او الفتيل او اسمه البي هيد. بي هيد بيشيل فوقيه الحمالات بتاعتي، الحمالات والعرقات وباقي السقف. ممكن الحاجات اللي فوق ده زي ما قلت لحضرتك الحلقة اللي فاتت ممكن تبقى معدن او ممكن تبقى خشب زي اللي احنا شايفينه ده، قمر الومنيوم، وممكن تبقى الواح موسكي ما عندناش مشاكل فيه. تعال نشوف الجزء من تحت. نرجع تاني للصورة. المسافة دي ما تزيدش عن 1.20 متر، والمسافة دي ما تزيدش عن 40 متر. يبقى زي ما قلت لحضرتك، نسيت اقولها لك، المسافة دي ما تزيدش عن 1.20 متر، المسافة بين اخر برندة فوق والحمال بتاعي اهو ما تزيدش عن 1.20 متر. تعالوا في الصورة دي بقى، المسافة دي بين البرندة السفلية والارض ما تزيدش عن 40 سم. ده البي هيد، البي هيد ده اسمه البي هيد او الفتيل السفلي بتاعي. ده بمنتهى البساطة تكوين او تركيب الشدة المعدنية اللي هي الكاب لوك بتاعي. تعال نقرأ كده شوية ملاحظات خفيفة مفيدة جدا. رقم واحد، الحمالات ممكن تكون ايه؟ يعني انا دلوقتي اتكلمت عن الفتيل السفلي والقايم والبرندات والفتيل العلوي اللي فوق كده ايه. ممكن اول حاجة بقول لك تستخدم مدادات من قطاعات خشب الفيلير اللي هو 10 سم طبقا للتصميم، ويوضع عليها التطاريح، التطاريح اللي هي العرقات كل 50 سم مثلا طبقا للتصميم، وبعد كده بتحط فوقها اللطزانة او الكونتر بتاعك. تاني حاجة ممكن تستخدم في العرقات والتطاريح قطاعات خشبية مصنعة، وهي قطاعات على شكل حرف الاي، وتتواجد بأطوال من 1.90 متر و2.45 متر و2.90 لحد 5.90 متر اللي هي، ويزن المتر الطول الواحد من القطاع الخشبي حوالي 4.8 كيلو جرام. تالت حاجة استخدام العرقات والتطاريح من قطاعات الألمنيوم من إنتاج المصنع السعودي للسقالات اللي هي زي ما قلت لحضرتك دي، نفس الصورة دي اللي قلت، يعني نفس الكلام اللي شرحته. انت ممكن تستخدم حاجة معدنية زي قطاعات الألمنيوم، أو ممكن تستخدم خشب موسكي او قطاعات على شكل حرف الاي برضو خشب. تعال برضو نكمل الصور مع بعضينا. الشدة للكابلوك اهو، ده نظام الكابلوك برضو اهو، قوايم عادية اهي مثبت فيها الكابلوك كل 50 سم، والبرندات اهي
يعني ده متكررة كل 2 متر، عرفت ازاي؟ مش انا قلت لحضرتك الكابلوك الكابات دي كل 50 سنتي، ادي 50 و50 كده متر، و50 و50 كده متر، يبقى كل 2 متر اهي، ما عندناش اي اختلاف فيها، ما عندناش اي مشاكل فيها. اهو دي صورة من بعيد بتوضح لك النظام القايم اهو. الكباء البراندات دي متثبتة كل 150 سنتي، ادي 50 و50 و50، يبقى مثبتة كل 50 سنتي اهي. المفروض كان يبقى في براندة هنا في الاخر، عبارة عن بيز تحت او بي هيد تحت، والقايم والبراندات واليو هيد فوق، والحمال والعراق بتاعي. ده تفصيلة الشدة بمنتهى البساطة، يعني ده كده تركيب الشدة بمنتهى البساطة. تعال نتعرف على الأجزاء في صور. ده اللي هو البراندة، وده القايم، وده اللي هو الفتيل الثابت اللي هو البي هيد أو بوست هيد جاك، والتاني اليو هيد جاك أهو، يو هيد اللي هو بيبقى فوق، وده الكاب بتاعي، وده كبس، وده عشان الكابولي بيحمل الكابولي، وهوريكم صورة ليه شوية كده. وده قطاع الخشب اللي هو التي بي اللي هو على شكل حرف الاي، اللي انت بتستخدمه كعرقات او كحمالات للسقف. تعال نشوف صورة تانية كده برضو، دي صورة اليو هيد، قطاع من الصلب على شكل مجرة لحمل العرقات، وبتحمل القمر الرئيسي الفوقية اللي هو الحمالات. تعال نشوف صورة برضو كده. اشتراطات اللي انت حضرتك الفتيل ده او البي هيد ده، الماسورة بتاعته كلها دي بتبقى قد ايه؟ الماسورة دي بتبقى غالبا 60 سم. انا بقول لك لازم النص هيبقى، يعني اكتر من نص هيبقى موجود في الماسورة، يعني الماسورة اهي لازم اكتر من نص هيكون متغطي بالماسورة، يعني المسافة دي ما تزيدش عن 30 سم، المسافة دي لا تزيد عن 30 سم، عشان جواها جوه اللي راكب الشدة يبقى برضو 30 سم او اكتر من كده مفيش مشاكل. وبالنسبة برضو للبي هيد نفس الكلام، المسافة اللي باينة من الفتيل دي لا تزيد على 30 سم، عشان باقيها يبقى 30 سم جوه برضو، وممكن تقل عن كده بس ما تقللهاش عشان تعرف، يعني ما تخليهاش صفر عشان تعرف تفك، يعني ما تخليش المسافة دي صفر عشان تعرف تفك الشدة بعد كده، لو خليتها صفر مش هتعرف تفك الشدة لو عملت ايه. تعال نتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا بالنسبة للكابلوك. انا حضراتكم قلت لكم انت عندك قايم، القايم ده عبارة عن ايه؟ قايم يعني انت عندك مثلا سقف ارتفاعه مثلا 10 متر، ال10 متر ده هتحط له قايم قد ايه؟ هتحط له مثلا قايم زي ما عندك في الصورة، القايم هيبقى ارتفاعه 9 متر 42 سنتي ونص. جبتها ازاي؟ هقول لك جبتها ازاي. طب وانت عندك قايم بارتفاع 9 متر كامل؟ لا، زي ما قلت لحضرتك انت القوايم عندك اطولها عندك 1 متر، 1 متر ونص، و2 متر، و2 متر ونص، و3 متر. يبقى انت بتركب القوايم دي فوق بعضيها، واحدة فوق بعض، واحدة فوق بعض، لحد ما توصل للارتفاع بتاعها. تعال كده نشوف صورة من الاوتوكاد. زي ما حضرتك شايف اهو، ده الارتفاع الكلي بتاعه من اول الارض اهو، من اول الارض اهو لحد السقف من فوق اهو، عندي ارتفاعه اهو. الارتفاع ده اطرح منه التطبيق اهو، الاتزان 2.5، بعدين العرقات اهي مثلا وليكن 10 سنتي، وبعد كده الحمال اهو وليكن مثلا 15 سنتي او 10 سنتي برضه اللي هو المسك. هيفضل عندك المسافة من اول هنا كده لحد الارض، ده اسمها ارتفاع الشدة المعدنية لتحت. احط لها قايم قد ايه؟ زي ما قلت لحضرتك انا ما عنديش قايم بالارتفاع الكبير ده، فانا عندي قوايم مثلا القايم ده اهو، القوايم 3 متر عندي قوايم مثلا اهو، ده قايم اهو ماسك من اول هنا لحد هنا، ده قايم اهو. عندي مثلا قايم تاني اهو، ده قايم 3 متر اهو ماسك من اول هنا لحد هنا. يبقى انا بحط مجموعة قوايم فوق بعضيها عشان اوصل للارتفاع بتاعي، لان مفيش قايم كابلوك واحد ثابت بطول بالطول الكبير ده. تعال نتعرف مع بعضنا كده ازاي تعمل الحوار ده. اولا هناخد مثال، انت عندك ارتفاع السقف الكلي 10 متر. ارتفاع السقف الكلي 10 متر يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني كده، يعني ال10 متر دي يعني بداية من الارض، من الارض خالص اهو اللي انت بتصب عليها لحد السقف من فوق،
لحد الخرسانة من فوق، يعني بما فيهم سمك الخرسان، سمك بلاط السقف، يعني من الخرسانة للخرسانة. فأنت عايز تجيب ارتفاع ال عايز تجيب ارتفاع القايل، ارتفاع الشدة المعدنية. ارتفاع الشدة المعدنية أو طول الشدة المعدنية بيساوي تجيب ارتفاع السقف كله، تطرح منه سمك السقف، تطرح منه 2.5 سم سمك تطبيق السقف، تطرح منه عرض العرقات، وتطرح منه عرض الحمالات. تعال كده، ادي 10 سم بتاعتي اهي، اطرح منها 30 سم سمك السقف، اطرح منها 2.5 سم سمك التطبيق، اطرح منها 10 سم اللي انا يعني كنت مستخدم عروق كعرقات، اطرح منها 15 سم اللي هو سمك او ارتفاع الخشب المسكي، وكنت مستخدم لوح مسك 15، هيديك في الاخر ارتفاع الشدة المعدنية بتاعتك 9 متر 42.5. اعمل ايه عشان اوصل للرقم ده؟ اولا عندي حل اولان، انني اعمل 3 قطع فوق بعض بطول 3 متر، احط قطعة قطعة كده فوقها قطعة فوقها قطعة تانية، 3 متر و3 متر و3 متر، يبقى اعطاني كام في الاخر؟ 9 متر. يبقى انا فاضل عندي كام في الاخر؟ 42 سنتي. ال 42 سنتي تقوم تعمل اليو هيد من فوق 21 سنتي، واليو والبي هيد من تحت 21 سنتي. يبقى انت كده 21 سنتي و21 سنتي ونص زائد 3 في 3 ب 9، يبقى انت حصلت على الارتفاع ده عندك. ده اول حل عندي. الحل التاني تحط قطعتين فوق بعض بطول 2.5 متر، يبقى يمين فوق بعض بطول 2.5 متر يديك 5 متر، وتحط فوقهم 3 متر تاني يبقى يديك 8، تحط فوقهم قايم تاني بطول 1 متر يبقى كده اعطاك 9. يبقى انت عندك 2.5 و2.5 5 و3 يبقى 8 و1 يبقى 9 متر، وتحط اليو هيد والبي هيد بتاعك 21 سم. ده اول حل. الحل التاني تحط 3 قطع بطول 1.5 متر وقطعة بطول 2.5 متر، يبقى 2.5 متر و3 قطع ب1.5 متر، يبقى عندك 4.5 و2.5، يبقى عندك 5 7 متر، وتحط 2 متر، يبقى كده انت حصلت على 9 متر بتاعك، واليو هيد والبي هيد بتاعك ب21 سم. ليه انت بتفرض كذا؟ انا ليه انا جبت لك كذا حل؟ لان انت ممكن ما يبقاش عندك في الموقع بتاعك او الشدة المعدنية بتاعتك، ما يكونش عندك مثلا قوايم 3 متر. فانت في الحالة دي بتضطر انك تستخدم مثلا الحل الاخير ده، اللي انت ما عندكش قوايم 3 متر خالص. طب ممكن يبقى عندك قوايم 3 متر بس مش كتير، يعني مش كتير لدرجة ان انت تحط 3 قوايم فوق بعض في كامل السقف. يبقى انت تقول له خلاص طالما مش كتير، يبقى انا هستخدم قطعة واحدة 3 متر والباقي 2.5 متر عشان اوصل للارتفاع بتاعي. يا رب انا اكون عرفت اشرحها لكم وعرفت اوصل لكم المعلومه دي. تعال ناخد مثال تاني ياكد لكم برضو الحته دي. لو مثلا عندي سقف زي سقف انا صبته قبل كده، كان ارتفاعه 7 متر 43، ده من وش الخرسانه لوش الخرسانه من فوق. بتجيب ارتفاع الشده المعدنيه تقول له 7 متر 43، اطرح منها رقه السقف 30 سم، واطرح منها ال 5 ال 2.5 سم تطبيق، واطرح منها ال 10 سم عراق وال 15 سم حمال، هيديك ارتفاع الشده. ارتفاع الشده تقول له والله مثلا اقدر اعمل ايه؟ الحل الاولاني تقول له احط قطعه او قايم بطول 3 متر، تحط فوقي قايم بطول 2.5، يبقى عندك 3 و2.5 يبقى 5.5، وتحط فوقيهم قايم بطول 1 متر يبقى انت عندك كده 6.5. 6.5 من 6 88، يبقى يفضل لك كام؟ هتفضل لك 38 سم ونص. 38 سم ونص تقدر تقول له والله ممكن اعمل الكاس 20 سم ونص والقعدة 15 سم، او العكس، مفيش اي مشاكل. تمام، ده الحل الاولاني، انك تحط قطعة بطول 3 متر وقطعة بطول 2.5 وقطعة بطول متر، يبقى انت كده حصلت على 6.5 متر والباقي توزعه على ارتفاع اليو هيد والبي هيد. الحل التاني تحط قطعتين بطول 2 متر، يبقى كده عندك 4، والقطعة التانية بطول 2.5، يبقى انت كده عندك 4 و2.5 يبقى 6.5، والباقي توزعه على الكاس والقعدة. يا رب اكون عرفت افهمها لحضراتكم والمعلومة تكون وصلت. انت خد مثال للسقف ليك، خد اي ارتفاع واحسب عليه انت عايز تجيب
الشدة المعدنية بتاعتك، او تجيب القايم الواحد، مكونات القايم الواحد فيه كام قطعة واطوال القطع بتاعتك. طبعا عدد القوايم دي هنشوفها، هنحصرها ان شاء الله في الحلقة اللي قبل الاخيرة، ونشوف حصر الشدة المعدنية كله كامل. تعال بس نشوف الكابلوك ونكمل في الكابلوك، ونشوف تقوياته بتبقى شكلها عامل ازاي واستلامته بتبقى عاملة ازاي. اولا تتأكد ان نهاية الحمالات ترتكز على القائم، تتأكد ان نهاية الحمالات بترتكز على القائم اللي هي اليوهب زي الصورة اللي وريتها لك دي. نهاية الحمالات ترتكز على سبورت او يوهب ده اهو، ما تبقاش كده. دي كده يحصل هنا انهيار فورا زي ما حضرتك شايف اهو، دي كده ده انستيبل كده حر. لازم النهايات او تقابل الحمالات مع بعضيها يكون عندي كاس، يكون عندي يو هيد اهو. مراجعة المسافات بين القوائم وطبقاتها بالتصميم، يعني لو عندك مثلا في الاتجاه ده، الاتجاه ده المسافة 1.20 متر، تتأكد المسافة بين القوائم وبعضها 1.20 متر. طب الاتجاه ده في التصميم عندك 1.60 متر، تتأكد ان المسافات دي بين القوائم بعضيها 1.60 متر. او لو عندك الاتجاهين كلهم 1.20 متر في 1.20 متر، تتأكد ان الاتنين 1.20 متر في 1.20 متر. رقم 3، التأكد من استقامة رأسية القوائم المعدنية، تأكد ان هي رأسية تمام. التأكد من وجود البراندات في الاتجاهين وعددها مطابق للتصميم والمواصفات. اقصى مسافة لفتحة القاعدة والكاس زي ما قلت لحضراتكم ورتلكم في الصورة 30 سنتي. وتحزيم الشدة، تتأكد إن الشدة متحزمة في الأعمد، وتتأكد إن هو عامل دائرات وصدادات في الخرسانات اللي موجود. ووجود فروشات من الألواح البنطي أو المسكي أسفل القاعدة المعدنية، أسفل البي هيد، في حالة لو أنت كنت الشدة بتاعتك على الأرض. رقم 8، الحمالات توضع في أماكن تعطي أقل بحر للحمال. دي مهمة جدا. تعال نقولها مثلا، والله لو عندي تعال كده مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي قايم اهو، وقايم اهو، المسافة بيناتهم دي مثلا 1.20 متر، ناخد منهم كوبي مثلا كده على 1.60 متر، المسافة دي كده مثلا 1.20 متر، والمسافة دي كده 1.60 متر. لو عايز تحط الحمال بتاعك تحطه ازاي؟ تحطه كده ولا تحطه كده؟ الحمالات بتاعتك طبعا، الحمالات هتتحط وبقى التعريف العراق بتاعك. طيب الحمال تحطه كده ولا تحطه في الجنب ده كده؟ انهي الزبان القليل؟ الزبان القليل ان انا احط الحمال كده، ان انا احط الحمال كده، احط الحمال كده، هيديني اسبان 1.20 متر اللي هي المسافه دي، غير انا لما احط الحمال كده هيديني اسبان 1.60 متر. لو بقول لك حاول بقدر الامكان تخلي البحر بتاع الحمال اقل ما يمكن، يعني تحمل على تعمل الحمال بتاعك على اقل مسافه ممكنه، اللي هي مثلا 1.20 متر بتاعك، اقل بحر ممكن انك تعمل الحمال بتاعك فيه اعمل الحمال فيه. مراجعة المسافات بين العرقات ومطابقتها بالتصميم، التأكد من وجود الوصلات القبائية اللي هي الجوينت كونكتور بين كل قائم والتاني، ده حاجة نسيت أقول لحضرتك عليها، زي اللي هي دي، مش أنا قلت لحضرتك هنا بيبقى فيه قايم فوق قايم فوق قايم. القوايم دي بتبقى عبارة عن مثلا قايم 3 متر، وفوقيه قايم 1.5 متر، وفوقيه قايم مثلا 2 متر. بيتم ربطهم بإيه؟ بيتم ربطهم بحاجة كده اسمها كوبايات أو قفايز كوبايات، إحنا بنسميها جوينت كونكتور أو فريم كونكتور. بتربط كل قايم بالقايم اللي تحتيه. تعال نتكلم مثلا على تقويات الشدة الكابلوك. اولا بتحط البراندات، البراندات دي كل 2 متر، دي مهمة جدا، البراندات اللي حضرتك شايفها دي، زائد النهايز. النهايز عمل نهايز في البواكي الخارجية اذا زاد ارتفاع، اذا زاد ارتفاع الشدة عن 3 متر. وتحزيم الاعمدة بالشدة عن طريق مواسير ملساء وكليبسات بوصة ونص بوصة ونص، وعمل صدارات للشدة بالخرسانة المظبوط. تعال كده ندردش مع بعضنا في شوية صور.
كده احنا غالبا قلنا كل حاجة خاصة بالكابلوك، غالبا مفيش اي حاجة خاصة بالكابلوك تاني غير الحصر والتصميم، ودول في اخر حلقتين مخلينهم كلهم مع بعضهم الانظمة كلها. دي النهايز، ده شكل النهيز. النهيز بيحتاج كلبس متحرك وليس كلبس ثابت، كلبس متحرك وليس كلبس ثابت. في الكابلوك بنحتاج كلبسات بوصة ونص في بوصة ونص، عشان القوائم دي بتبقى بوصة ونص والمواسير بتبقى بوصة ونص، اذا محتاج كلبسات بوصة ونص في بوصة ونص. ده لو عندي قوابيل او كانتليفر، ده جزء بيتجاب مع الشدة، بيتم ربط الكابولي مع باقي الشدة عشان يحمل الكابولي بتاعه اهو. دي صورة برضو توضيحية كده، دي شرحناها. ده حضرتك بفكرك بس بشكل الكابلوك، زي ما قلنا، زي ما قلت لحضرتك الكابلوك عبارة عن قوايم فوق بعضيها بيتم الوصول بها لارتفاع السقف، بيتم ربط القوائم كل قائم والتاني عن طريق برندات. البرندات بتثبت في الكبات دي، الكبات دي مثبتة في القوائم كل 50 سنتي. بيتم ربط القوائم فوق بعضيها، تركيبها فوق بعضيها بحاجة اسمها كوبايات. كوبايات برضو استنى اوريها لحضرتك. اهي ده شكل الكوباية اهو، بيتم ربط القوائم دي فوق بعضيها، احط الكوباية دي واحط القايم فوقيها، احط الكوباية دي واحط القايم فوقيها لحد ما اوصل للارتفاع بتاعي. ويبقى عندي بقى عندي تاني حاجة البرندات، وعندي البي هيد اللي تحت واليو هيد اللي فوق اللي بحط فيه الحمال بتاعي، سواء الحمال ده قطاع من المعدن او من الخشب المسك او من العروق، وبحط فوق العرقات والتطبيق بتاعي. ده بمنتهى البساطة نظام الكابلوك، وده انسب نظام لشد سقف. ان شاء الله الحلقة الجاية نتكلم عن الشبابيك الاقرو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.